استريحوا. الأنسة رشح تغطي فترة غياب الأستاذ هيثم بسبب وضعه الصحي الحالي. بدي إياكم تلتزموا الهدوء وترحبوا بالأنسة رشا. أنسة رشا فيك تبلشي الدرس، وإذا حدا فتح تمه أو تحرك تشحطيه لعندي على الإدارة من رقبته. أكيد. وإذا لزمك أي شيء خبريني. شكرا. العفو. باباي! هلو هلو! مرحبا. شلونك؟ اشتقنا لك. شو اخبارك؟ شلونك انت؟ حج يوسف شو اخبارك؟ لك شو وين كاين؟ والله بيروت يا صاحبي. شو عم تعمل ببيروت ولا؟ شو بدك؟ شو صار عندنا هيك مناظر بالمدرسة؟ مين هاي؟ عم تغطي استاذ العربي. عامل عملية يا حرام. لك ان شاء الله سلامة. خذ هاي. خذ انت هاي. مرحبا. مرحبا. أنا زين. طالب عندك بالمدرسة. غبت على دروسك لأنه انشغلت بأمور عائلية. فشو من شأن الدروس اللي راحت علي؟ الدروس اللي راحت عليك خدم رفقاتك، أوكي؟ أوكي. كلك على بعضك إعرابك نكرة. شو بغط؟ صاير دريس؟ دخيله اللي مركز أنا. خلينا نفتح الصفحة 23. ريتك تفتحي قبلي وتعرفي فيه. تزرعي ورد وتقشري بطاطا وتجري وتكوي وتنفخي وتعملي كبولة. والله شكل الحكاية فاقسة معي اليوم يا شباب. شو رأيكم نطلع لعند وديع نشوف لنا شي فيلم؟ كفو؟ أنا ما بقدر اليوم، عندي لازمة. لازمة؟ ولك يوسف، فكرك ما حدا مشتلى عليك وانت عم تبحلق بهي أنسة العربي رشا؟ ها؟ لا، وقاعد ومظبط أموره وعم يبحلق وكل شي تمام. ليش مفكر ما حدا سمع تعليقاتك البايخة طول الحصة أستاذ زين؟ يوسف، هلا أنت عن جد متعلق بالأنسة رشا؟ يعني هي أكبر منك مدري بقديش. ليك حبيبي ليك، انت ما بتعرفوا الهات، هذا اسمه الحج يوسف. وقت اللي بيضرب بيضرب عتقيل. خلصنا انت وياه عاد، بلاش تعصبها. لا لا، كل شيء إلا تعصب بحياة الله، كل شيء إلا تعصب. خوفتني. شو عم بتبحلق؟ الله، شكلك غرقان لهون. قلت لك عندي لازمة. الله معه الله معه. أنسي رشا، أنت بتعرفي إنه هدول الشباب اللي عم تدرسيهم هن مراهقين ولازم نتوخى الحذر بالتعامل معهم لأنهم بمرحلة حساسة من العمر. أكيد طبعاً، يعني أنا مدركة إنه هن مراهقين، بس سوري يعني شو له داعي هذا الحديث؟ حضرتك شايف شي غلط علي؟ بعتقد إني أنا عم كون كتير حذرة بطريقة تعاملي معهم. أبداً أبداً، بس أنا لاحظت إنه لبسك ملفت للنظر ومغري شوي. أنا آسف أنسي رشا إذا عم بستخدم ألفاظ عم تزعجك، بس هدول مراهقين ومو متعودين على هيك شوفات. عفوا، شو قصدك بهيك شوفات؟ يعني حضرة مدير كأنه انت عم تقلي انه انا كل يوم عم بجي بالميني جو. أنسي رشا، انت شو ما لبستي عم لفت للنظر لانه قوامك جميل. بدك تسمح لي، يعني انا مالي طالبه عندك لحتى حضرتك تقرر شو بدي البس شو ما بدي البس. انا بعرف هذا الشيء، بس انا من باب المونة. بعدين انا خايف يصير معك مشاكل لانه هدول شباب مراهقين وممكن ينجرفوا بسرعة. بعدين في عندك شباب يعني ببيوتهم مو شايفين ضفر اخواتهم، وهاللبس اللي عم تلبسيه يعني تحول كبير لنظرهم الذكري، وممكن مع الوقت يتعودوا عليها. أنسي رشا، اوكي. أنسي رشا، فيك تلبسي اللي بدك اياه خارج الدوام، بس اثناء الدوام الافضل انه يكون اللبس محتشم شوي. خلص اوكي فهمت. واذا حبيتي في مريول بيلبسوه الانسات خلال الحصص. وشو رايك اتحجب كمان؟ على كل حال رسالتك وصلت وانا تفهمتها وتقبلتها، بس طبعا ضمن حدود حريتي الشخصيه. عن اذنك.